أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وعاد للانضمام إلينا من جديد على مستجدات الحراك الشعبي في العراق عبر الهاتف معنا من ساحة التحرير أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان خفاجي. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك، حياك الله أخي العزيز، يا حياك الله. هل لك أن تصف لنا الأوضاع الآن في ساحة التحرير خصوصا بعد الليلة الدامية التي شهدتها العاصمة بغداد يوم أمس؟ أخي العزيز، ليلة أمس كانت حقا ليلة دامية، ويؤسف عليها جدا أن يسقط حوالي 15 شهيد أو 10 شهداء، الأرقام لم تكن لي دقيقة بالضبط، وأيضا عدد كثير من الجرحى. على أن الصمود واضح للمتظاهرين من جهة، ويدل على عنجهية وعلى قتل مستباح من الطرف الآخر، والأسف الشديد هذا أيضا يدل على أن المجتمع الدولي وكأنه لا يرى ما يحصل في العراق من قتل ومن دمار، وهذه أيضا مأساة أخرى تضاف إلى مأساة العراقيين. على كل حال، أنا أتوقع أن كما توقعنا من البدء أن الشارع العراقي، الحراك العراقي باقي، الأعداد تتكاثر أو تقل نسبيا، ولكن الشعب بأجمعه مصمم على بقاء الحالة حتى. معنويات المتظاهرين كيف هي دكتور؟ والله حقيقة الأمر لا أبالغ ولا أقلل من شأن حالات، أنا أقول لم أرى بحجم الاندفاع الذي رأيته في التظاهرات. الشباب هم كما هم مندفعون صامدون، حقيقة الأمر يعني يرفض بعضهم إخلاء نفسه عندما يجرح في جرح يراه بسيط، وهذه نادر ما كنا حتى بأيام حروب أخرى سابقا الجندي يتمنى أن يجرح بإجرح حتى ينسحب. الآن الجندي يضمر نفسه ثم يعود أدراجه إلى الخطوط الأمامية، يعني حقيقة الأمر أو المواطنين عموما ليس فقط الذي في الساحة، الآن الشعب العراقي عموما في بغداد مع المتظاهرات، وإن لم يخرج بالتأكيد كما تمنى حجم الخروج، ولكن الشعب كله بهذا الاتجاه. منظمة العفو الدولية تحدثت عن استخدام القوى المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين، لكن على الرغم من ذلك استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في بغداد والبصرة والذقار ما زال مستمر. بماذا تفسر هذا العنف الذي يفضي إلى قتل المتظاهرين والذي تنتهجه القوات الحكومية؟ بالتأكيد على أن الأمر لدى الذي يقوم بالقتل هو أبعد من القتل، بل هو مجرد وجود بالنسبة له ووجود مصالح من يمثله، وبالتالي يرى الحراك الشعبي إذا ما أتى بصيغة أخرى لو كانت وطنية 100% أو غير وطنية 100%، مع احتراماتي بين قوسين هذه غير وطنية، وطنية 100%، سيكون هو خارج لعبة المصالح وخارج لعبة التوازنات الإقليمية التي تصب لصالح أطراف بعينها. وبالتالي هذا القتل ليس مجرد لحماية ما يسمى نظام أو دولة أو حكومة كما يدعون، بقدر ما هو نظام أو هي أعمال موكلة بالنيابة. ذلك أنه المشكلة الكبرى أنه لا نرى تأسف على حجم الخسائر من قبل حكومة العراق. الناس في الدول الأخرى الحكومات عندما يسقط شهيد أو قتيل أو يصنع كارثة هناك أسى وتأسي على الحالة. طيب، ولكن الجانب العراقي للأسف الشديد نراها وكأنه يقتل أعداء فعلا. إذا الشعب هو بات حقيقة الأمر حسب سلوك الحكومة أن الشعب هو برأي أمر الحكومة عدوها الأول. طيب، هناك حديث عن وجود ترتيبات حكومية للدفع بالميليشيات لفضي ساحة التحرير، يعني هل غابت الميليشيات منذ اليوم الأول لتظهر اليوم؟ أنا لا أتوقع هذا الجماعات غائبة عن الساحة نهائيا، ولكن على ما يبدو أن هناك ترتيبة أخرى أو آلية لعملهم لواجبهم لمآربهم داخل الساحة، قد تتحول من حالة إلى حالة. قبل مدة قليلة عندما بدأ عملية الخطف موجودة أو ملحوظة، إذا هم دخلوا مرحلة الخطف وقد لا تثمر هذا الخطف بحساباتهم هم لاحتواء الحراك الشعبي، قد يذهبوا الى نزول ميليشيات او ما يسمى مدسين، هم مدسين يحسبونها بحساب اخر لكي يذهبوا الى القتل، وهذا القتل سوف يؤدي بالنتيجه
الى مجزره الدماء. وللاسف الشديد نعم. عندما تعتمد الحكومه على عناصر غير رسميه بهذه المهمه تكون هي مجرمه مضاعفه، وبالتالي اتوقع من المحال بما كان ان تكون هكذا الحكومه تجد لها طريق في مستقبلها. فيما لو صحت الانباء حول استعداد الميليشيات لفض ساحه التحرير، كيف يعني ترون تداعيات ذلك؟ هل تقدم الحكومه على هذا السيناريو حسب رايكم؟ انا في رايي الشخصي ان هذه الميليشيات او هذه المجاميع المسلحه هي اساسا ارادتها وفعلها غير خاضع للدوله، لكي نكون دقيقين، ولكن هذه الميليشيات وجدت في وجود هذه الحكومه غطاء جيد لها، وبالتالي هي قتلت القتال والاقتتال لكي تبقى الحكومه لكي تبقى على مصالحها. وهنا سيكون السيطره مضاعفه اذا كانت حجم السيطره الان لهذه القوى المسلحه غير الحكوميه بنسبه كذا، سيكون بعد هذا الذي قد يحصل لا قدر الله بنسبه كبيره. اذا طبعا اذا استطاعوا ان يقضون على الشعب كله وان يعملوا مجازر في الشوارع بها الاف القتلى ليعودوا منتصرين بحساباتهم يكونون كهولوكا وكهتلر وكالمجرمين. ولكن المساله الكبرى احنا نخشاها لانها بعض الميليشيات او بعض الفصائل المسلحه هي متداخله ضمن ما يسمى بين قوسين الوسط الشيعي، والوسط الشيعي للاسف الشديد كان قد تسلح باشكال مختلفه خارج السلطه، نصف ونصف، مجاميع متقاطعه، هذه تملك سلاح، والتقاطعات العقائديه اصبحت على شدها، وبالتالي قد يخسر شعبنا العراقي واهلنا في الجنوب وفي المناطق ما يسمى اللهم يرحمهم برحمه الواسعه الشيعيه دم كثير لا يمكن السيطره عليه، وبالتالي الامور تكون حتى اعقد من التعقيد ذاته. نعم يعني الامر على المصار. طيب بماذا نعم. تفسرون استخدام نفس النهج، نهج القتل الممنهج ضد المتظاهرين في كل من البصرة وذي قار؟ في المناطق هذه بالذات إلى جانب الحراك الشعبي العام الذي يذهب باتجاه التغيير، هناك تصفيات حساب بين عناصر بعينها. أنا لا نزكي جهة على جهة، لأننا في طبيعة الحال كمراقبين كعلوم سياسية ندعو إلى حراك سلمي، لأنه السلم يفضي إلى السلم ويفضي إن شاء الله إلى التغيير على قدر بخسارة أقل، ولكن أطراف معينة ترغب أن تكون قوة عسكرية ونار ودم لكي يجد له الحراك مجالا ينتقم. وبالتالي نرى أن الحراك في الجنوب أخذ جانب العسكر القوة أكثر من غيره، لأن مجالة الخلافات القتلى الشيعية هناك واسعة وأكبر من غيرها. طيب هذا القمع المفرط هل يستطيع أن يثني المتظاهرين عن تحقيق أهدافهم حسب رأيكم؟ لا أتوقع ذلك نهائيا لسبب أساسيين. أن إذا ما ذهب إلى قتال البيني ما بين الفصائل بعينها ستكون إحدى الفصائل أملها بأن تبقى الحكومة قائمة، والفصيل الآخر يكون أمله بالتغيير بغض النظر عن رأينا من صعب من الخطأ. وهذه المجاميع تتقاطع وتملك سلاح وتملك مجاميع كثيرة، سيكون القتال مدمي وواسع ومؤذي جدا، قد يشيئون إلى الحراك نسبيا معين بأن يأخذ الأمور إلى قتال ودمار، ولكن رغبة عمومية للشعب بالتغيير لن تلتم لن تلجم لن تتراجع. نعم أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان خفاجي كنت معنا من ساحة التحرير في بغداد، شكرا جزيلا لك.